قال واش يمحي به ربي الخطايا وينحي به الذنوب وينحي به السيئات وربي يعطي به الأجر؟ قال واش في الحديث؟ قال كثرة الخطاة إلى أين؟ الله يفتح عليك بباب الخير. كثرة الخطاة إلى المساجد. وجد حديث واحد آخر قال ونقل الأقدام إلى الجماعات. شوف حساب صغير برك مرويسو للشرادة شحال كاين؟ شحال المسافة؟ 12 كيلو تقريبا. مرويسو للسطاد سان جوي 5 جويلية كاين 12 كيلو تقريبا. نجي معاكم رانا كومبلي والطرولي ما كاش تسمى ما نشوفش الماتش اليوم. روح هابي خويا والله ما يفوتني وندخل. منين يمشي؟ يمشي مرويسو العزيز حتى لسان جوي بالترون 11 على رجلي. وكي يكون داخل يدير الطابور لاشان والشرطة كل ما يسقي مش روحه يضربه بالقرمة هذيك ويسبوه دخل ويدخل ويسقم روحه ويزبط روحه كيما لازم الحال. علاش؟ باش يدخل يشوف المعشوقة والمحبوبة. الصلاة خير من النوم. إن شاء الله شيخ رشيد ربي يوفق إن شاء الله. أنا ربي يوفق ربي يوفق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي إن شاء الله. هيا على الصلاة بعد بس 12 كيلو والخمسين ألف هذي ينحال يما وبعد يدور بخته يزيد محيلة الخمسين ألف تاع الكاسكروت. كل هذا في سبيل ماذا؟ أسامة بن زيد 18 سنة قال له أنت النبي أنت قائد الجيش اخرج خرج الجيش. وشكون في جيشك؟ الجيش نتاعك راه فيه أبو بكر وعمر والصحابة الكرام وتوكل على الله. روح يا أسامة 18 سنة أدي الجيوش الجرارة تروح تنصر ربي والرسول وترفع راية التوحيد. عزت فيكم صلاة الجماعة وعزت فيكم المسجد حياتكم حياتكم في المسجد. يوم بعد شيخ رشيد المستقبل. تعرف أنت المستقبل كلمة شيخ رشيد هذه المستقبل فيها خطبة مانيش عارف كيف وش تعرف انت المستقبل. انت مستقبل بيدك انت والرزق بيدك انت والدرهم بيدك انت والعمر بيدك انت. واللي قالوا المستقبل المستقبل واش داروا؟ اين صلاتهم؟ اين توحيدهم؟ اين عملهم الصالح؟ اين ايمانهم؟ مستقبل مستقبل شغل راح يولي اله هذا المستقبل راح يولي اله انا نخاف منه. المستقبل المستقبل وش هو المستقبل يا أولاد الحومة؟ نعلو الشيطان. صلوا صلاتكم ورتبوها روحوا للجامع وقرأوا القرآن والذكر وتعلموا. وكي تكون الحلقة اقعد ادي كلمة ادي آية ادي حديث ادي مسألة تعلم حكم. وساعة الشيخ يدير ساعة ندير ساعة نجيبوا شيخ واحد آخر نجيبوا دكتور نجيبوا عالم نجيبوا فقيه وتتنور الحالة. لمن التوعية التوعية